بتكسب غلابه جدا. يعني انا معايا ناس فواتير بتاعتها بتقسم من 1000 جنيه ل 5000 جنيه. قال لك ان هو ده بيجي جزافي يعني، حتى احيانا كتير جدا مش بييجوا يكشفوا. انا كمواطن انا مؤمن بالعداد الذكي لترشيد الاستهلاك للمواطن وللدوله. انا مؤمن ان العدادات اللي هي بتتم بالقراءه، موظف بياخد القراءه وبناء عليه بيحاسبني. لا انا مؤمن بالعداد بالكامل. الشهر اللي فات واللي قبل منه واللي قبل منه بتيجي فواتير عاليه وما بيجيش الكشاف يكشف، ففي فساد في احنا بنطالب النهارده وزير الكهرباء، انت عندك 6000 عامل 7000 عامل ما بتنزلهمش ليه ياخدوا قراءه؟ فواتير الكهرباء هي فواتير الكهرباء اصبحت تهدد محدود الدخل. هي ما عادتش بتهدد المحدود الدخل. المشكله اللي محدود الدخل في مصر وصل ل 99%. ارتفاع فواتير الكهرباء لان وسائل الرفاهيه في الشعب بقت كتير، فالناس ما عندهاش وعي باستهلاك الكهرباء. بس انا يعني رايي ان يبقى في عداله في التعامل مع المستهلكين. بمعنى ما اجيش انا ادي المصانع زي مصانع حديد الصلب اديها الكهرباء واديها الغاز باسعار متدنيه، ها، وبعد شهرين ثلاثه ما يدوها الغاز رخيص يرفعوا سعر الحديد. انا اشوف محدود الدخل، اتعامل مع محدود الدخل زي بطاقه التموين.